أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. تقدم ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه قصة موسى. فقدم الله سبحانه وتعالى هذه القصص الثلاث للأنبياء الثلاثة لأنهم أصحاب رسالات مختلفة من حيث الشريعة، متفقة من حيث العقيدة والمبدأ. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة واحدة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. ونوح له شريعة، وإبراهيم له شريعة، وموسى له شريعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه، وموسى أرسل إلى قومه، ونوح أرسل إلى قومه. والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة فقط، ليس هناك نبي من الأنبياء أرسل إلى الناس كافة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك حتى اليهود والنصارى، وخاصة النصارى، تلاحظون النصارى اليوم يعني يبشرون بالنصرانية وينشرونها، وهذا مخالف للنصرانية نفسها، لأن موسى مرسل إلى قومه فقط، فلا يجوز نشر النصرانية في غير قومه، قوم بني إسرائيل. حتى إنه يوم جاءت امرأة سورية من سوريا إلى عيسى عليه الصلاة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى بني إسرائيل خاصة، فقال لها عيسى عليه الصلاة والسلام، اعتذر منها وقال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. يعني يقول: أنا ليس من رسالتي أنني أخرج بها عن بني إسرائيل، لكن الذي أرسل إلى الناس كافة هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوفوا من المفارقات العجيبة اليوم عندما تأتي مثلا أمريكا، ولا تأتي الصليب الدولي، ولا يمنع الجمعيات الإسلامية الخيرية من نشر الإسلام ومن الدعوة، ويتيح الفرصة للصليب الأحمر للتبشير بالنصرانية، ليس كذلك؟ مع أن نشر النصرانية خارج بني إسرائيل حرام، لا يجوز، ومخالف لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل فقط، بحين أن ما يصنعه المسلمون من الدعوة إلى الله هو متوافق مع الشريعة الإسلامية. نعم، لكن بعد أن حرفت النصرانية في عهد بولس وقسطنطين أصبحت ديانة رسمية للدولة الرومانية فانتشرت. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد مننا على موسى وهارون. مننا من الامتنان، يعني تفضلنا على موسى وهارون. وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إخوان، بعث الله موسى كما تعلمون إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، فقال موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث معه أخاه هارون نبيا. ولذلك يقول العلماء أنه ليس هناك أخ بر بأخيه مثل موسى بهارون، لأنه سأل الله له النبوة فاستجاب الله له، يعني شفع لأخيه فكان نبيا. ولا شك أن هذه منة عظيمة لموسى على هارون، لأنه هو الذي سأل الله له أن يكون نبيا فاستجاب الله له وبعث هارون نبيا. ولذلك قال الله هنا: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما
وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهما فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين وهو التوراة، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. لاحظوا في سورة الصافات تتحدث عن النجاة، نحن قلنا تتحدث عن أصول العقيدة ليس كذلك، لكن فيها معنى ظاهر وهو معنى النجاة. تحدث عن نوح فتحدث عن نجاته من قومه، وتحدث عن إبراهيم فتحدث عن نجاته من قومه، وتحدث عن إسماعيل فتحدث عن نجاته من الذبح، وتحدث عن موسى وهارون فتحدث عن نجاتهما من قومهما. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سوف يقيك يا محمد من كيد قريش وما يصنعونه لك، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه في بداية حديثنا من أن الله سبحانه وتعالى يورد من القصص ما يناسب الموضوع الذي يتحدث عنه. فسورة الصافات فيها إشارة إلى تكذيب المشركين وعنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر من قصص الأنبياء السابقين ما يناسب هذا الجانب، وهو جانب نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وللمؤمنين وكبته لأعدائهم من الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، وهذه التعقيب الذي يعقب الله سبحانه وتعالى به على هذه القصص فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بهذا الوعد كل من سار على هذا المنهج، فكل من اتبع إبراهيم ونوح وموسى وعيسى على طريقتهم فهو موعود بهذه النجاة وبهذه العاقبة. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى ما أكرم الله به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أنعم به عليهم من المكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة. وفيها أيضا بيان فضل الله على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون ونصرهم عليه وخلاصهم من الرق. ونحن اليوم في اليوم 13 من محرم، وهو يوافق يعني الشهر الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون في يوم 10 من محرم، فقد نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأصبح هذا اليوم يوما تاريخيا، يوم 10 محرم من كل سنة يتذكر المسلمون والمؤمنون نجاة موسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من قومه، وهلاك فرعون والمكذبين من قومه. وأيضا من فوائد هذه الآيات أن التوراة كتاب سماوي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام لقوله سبحانه وتعالى وآتيناهما الكتاب المستبين. وتلاحظون أن الله يقول وآتيناهما، مع أن التوراة أنزلت على موسى وهو النبي، وهارون عليه الصلاة والسلام ليس نبيا منفصلا عن موسى، وإنما هو تابع له واحد أتباعه، لكنه نبي مثله. ومن فوائد هذه الآيات أن عبرة وعظة للنبي صلى الله عليه وسلم لكون بني إسرائيل يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون قريبا من العرب، يعرفونهم. اليهود كانوا يعيشون في جزيرة العرب وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت في القرآن الكريم أكثر مرة، يعني هي أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم. وقد أحصيت يوما عدد ورود اسم موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن فوجدت أنه قد ذكر 134 مرة، فهو أكثر نبي تكرر اسمه في القرآن الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. وتكررت قصة بني إسرائيل ومع موسى ما يقارب أكثر من 70 مرة، وهذا إشارة لما فيها من العبر والعظات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتك بهم كثيرا، والعرب تعرف قصتهم وتختلط بهم في المدينة. ثم أيضا لما سوف يأتي من الملاحم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل، حتى اليوم تلاحظون ما زلنا حتى اليوم نحن في نزاع مع هؤلاء اليهود، والملاحم التي سوف تأتي بيننا وبينهم في آخر الزمان، ولذلك كثرت الآيات التي تتكلم عن بني إسرائيل. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستنبطها أيها الإخوة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للمتقين والنجاة للمتقين، وهذه أيضا الفائدة يمكن أن نستنبطها من قصص نوح ومن قصص
من قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا تقدم الحديث عن ثلاثة أنبياء الآن، نوح وموسى وإبراهيم وموسى، وقلت هؤلاء الثلاثة أصحاب شرائع وأصحاب كتب. جاء الحديث الآن عن ثلاثة من الأنبياء ولكن ليسوا من أصحاب الشرائع، وإنما هم أتباع لموسى، من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، يعتبرون من أنبياء بني إسرائيل. فبدأ بإلياس، وإلياس اختلف المفسرون في من هو، لكن اتفقوا على أنه من بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة، ومن سبط هارون أخي موسى، يعني من أحفاده، واختلفوا في اسمه، فروي أنه إلياس أو أنه إدريس، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلياس هو عم اليسع، وهم من أنبياء بني إسرائيل جميعا. وأنبياء بني إسرائيل كثيرون، أرسل إلى بني إسرائيل كثير من الأنبياء، حتى كان يرسل الأنبياء في وقت واحد إلى كل فخذ من أفخاذ بني إسرائيل، يرسل نبي في الوقت الواحد، لذلك أنبياء بني إسرائيل كثيرون. يقول الله وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، وهو معبود الكنعانيين كما يذكر المفسرون، لذلك قام يخوفهم إلياس من عقاب الله سبحانه وتعالى باتخاذهم هذا الصنم الذي سموه بعلا. وقيل أن هذا من تأثرهم بالوثنيين الذين يعبدون الأصنام، فتأثروا بهم وأخذوا اتخذوا هذا الصنم وسموه بعلا. وكانوا يصنعون كما يصنع مشركو كل الأزمنة، يتخذون هذه الأصنام في بداية الأمر تبركا، وأنه يجلب المطر وأنه يجلب الرزق إلى آخره، كما صنع قوم نوح. قوم نوح من قبل وقعوا في الشرك بهذه العلة، يعني كان هناك أناس صالحون من قوم نوح، فقال يعني الذين جاءوا بعدهم يعني نريد أننا نخلد ذكر هؤلاء، فننحت لهم يعني تماثيل تذكارية حتى لا ينساهم الناس. ثم ما زالت يعني الأجيال تأتي ولا تدري يعني سر هذه التماثيل، فأخذوا يعبدونها، ومثلهم قريش ومثلهم عمرو بن لحي عندما سافر إلى الشام فوجد الناس يعبدون الأصنام، فقال هذه فرصة جديدة يعني متاجرة، فاشترى صنم وجاء به إلى مكة، فبئس ما صنع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عمرو بن لحي يجرجر أقتابه في نار جهنم، لأنه كان هو من أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب قبحه الله. وكذلك هؤلاء انظر يعني هم من ذرية من أتباع بني إسرائيل من أتباع موسى، لكن انحرفوا وتأثروا ببعض القبائل الوثنية فاتخذوا هذا الصنم، فجاء إلياس عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل يحذرهم وينهاهم، فقال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه. انظروا يعني هي سنة متكررة، كذبوه وسفهوه وآذوه. قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، محضرون أي أنهم سوف يحضرون يوم القيامة ويعذبون جزاء هذا التكذيب. وبعض المفسرين يذكر أن مكان هؤلاء في، طبعا هم في الشام قطعا، لأكثر أنبياء بني إسرائيل أو كل بني أنبياء بني إسرائيل أرسلوا إلى بني إسرائيل في منطقة الشام، يعني تقول في فلسطين وفي سوريا وفي مناطق قريبة من الأردن وفي لبنان الآن. وهذا إلياس يقال أنهم كانوا في مدينة بعلبك المشهورة الآن، وهي مدينة من مدن لبنان، وهو صنم للكنعانيين اللي هو بعل هذا، ويقال له بعل بك، وإليه نسبت مدينة بعلبك اللبنانية المشهورة في بلاد الشام. والثاني أن المقصود أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قالوا أن البعل في اللغة هو الرب، وهي لغة أهل اليمن كما يقول عكرمة وقتادة من التابعين. وسمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا يقول
ينشد ضالة له، فقال له آخر: من بعل هذه؟ أي من ربها. فقال له الآخر: أنا بعلها. فقال ابن عباس: الله أكبر، أتدعون بعلا؟ ومنه سمي الرجل بعلا. قال تعالى على لسان امرأة إبراهيم: وهذا بعلي شيخا، يعني هذا زوجي. ويقول النحاس أن هذا القول صحيح وهذا القول صحيح، أن البعل هنا إما أن يكون اسما للصنم، وإما أن يكون كأنه بمعنى إله، هم يتخذوه صنما لأن إله يعني يعبدونه لأنهم يرون أنه رب وأنه ينفع ويضر من دون الله. قال إلياس: وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه يعني العبارة التي قالها إلياس تكررت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما ينهون عن عبادة الأصنام دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذه تكررت معنا أن هذا توحيد الربوبية، أنه يعاتبهم على أنهم يعبدون الله، أنهم يعبدون الأصنام مع أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنطق، ويتركون عبادة الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين. وهذا يدل أيها الإخوة، وهذا دليل ممتاز جدا لمن يناظر النصارى ويناظر الملحدين ويناظر غير المؤمنين، أن الذي خلق، يعني تجدون الآن كثير من علماء الفيزياء أو علماء الكيمياء أو علماء البيولوجي الأحياء عندما يجادلون فيقال لهم: الذي خلق هذا الخلق العجيب وخلق الإنسان في أحسن تقويم، لأنهم يكتشفون أشياء عجيبة في الدورة الدموية، أشياء عجيبة في خلق الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فيها آيات عظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تكون هذه المخلوقات بمحض الصدفة، لا يمكن أبدا أن يقول إنسان عاقل إن الإنسان بهذا الخلق العظيم وبهذا الإبداع وبهذا الإحكام يكون مخلوق صدفة، مستحيل. ولذلك يقولون أنه قال رجل، قال أحد المسلمين يناظر ملحدا، الملحدون يقولون أنها الدهريون الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ما فيه رب ولا فيه جزاء ولا فيه عذاب وعذاب ولا فيه عقاب. فقال له: سمعت عن سفينة عجيبة، يقول له المسلم للملحد: سمعت عن سفينة عجيبة ضخمة خرجت من شاطئ البحر ثم ذهبت إلى باب، إلى مضيق جبل طارق دون أن يكون لها قائد، وأبحرت من خلال البحر الأبيض المتوسط حتى وصلت إلى مضيق جبل طارق، ثم عبرت وجاءت مع المحيط الأطلسي حتى استقرت في شواطئ الولايات المتحدة في مدينة كذا وكذا وليس لها قائد، تمشت ووصلت. فقال له هذا الملحد: هذا كلام لا يعني غير معقول. قال: لا، ليش؟ وش المشكلة في الموضوع؟ سفينة. قال: مهما كان لا يمكن سفينة تخرج بمفردها بدون أن يكون لها قائد وبدون أن يكون لها واحد يصرفها، تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى كذا، فمستحيل أنها تبحر وتقطع هذا الطريق وتمر مع مضيق جبل طارق دون أن يكون لها قائد. فقال له هذا المسلم: غريب أمرك، لماذا تنكر أن هذه السفينة تنطلق من مكان معين وتصل إلى مكان آخر بعيد دون أن يكون لها قائد؟ قال: هذا لا يمكن، لا يمكن في العقل. قال: طيب كيف تقول إن هذه السماوات والأرض والبشر والناس والحيوانات والدواب كلها تسير بهذا الإحكام العجيب، والشمس تجري في مستقرها وتغرب وتشرق وتغرب وتشرق فيه دون أن يكون لها خالق؟ السفينة أسهل بكثير، سفينة، لكن هذه السماوات والأرض وهذه المخلوقات. فحجه. فنحن نقول فعلا هذه الأدلة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى يحتج بها على قوم نوح وعلى قوم إبراهيم وعلى قوم موسى وعلى قوم إلياس، هذه أدلة لنا،
هذه أدلتنا التي نثبت بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الأنبياء وصدق القرآن والنبوات واليوم الآخر والمعاد، وهي أدلة عقلية تصلح لمجادلة الملحد والنصراني واليهودي والمسلم، كلهم هذه أدلة تصلح لهم. ولذلك نحن نتعلم من مثل هذه الآيات، لسنا فقط نستعرض فيها قصص الأنبياء، وإنما نتعلم منها الحجج أيضا التي نحتج بها على المعاندين وعلى المخالفين، وهذه من أعظم فوائد القصص في القرآن الكريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا عليه في الآخرين، تركنا على إلياس، وهذه الآية تكررت معنا في نوح وإبراهيم وموسى، وأيضا هنا في إلياس، أي تركنا سمعة حسنة يذكر الناس بها هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يذكر أحد من هؤلاء الأنبياء إلا ويصلى عليهم ويثنى عليهم بما هم أهله عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى البشرية لهدايتها، ولذلك فهم أعلى الطبقات في البشرية. الله سبحانه وتعالى لا يذكر لا يقدم على الأنبياء أحد، ولذلك قال الله في سورة النساء: فأولئك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذول الصنف الأول في العالم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر الذين اختارهم الله ولهم مكانة عظيمة. ولذلك نحن اليوم عندما ندافع عن الأنبياء مثلا الذين يرسمون مثلا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم فيرسمونه ويستهزئون به، أو يرسمون عيسى، نحن المسلمون نرفض الاستهزاء بموسى وبعيسى وبإلياس وبمريم، كلهم هؤلاء لهم قدسية عندنا، وأي سخرية أو استهزاء بهم فهي تمس ديننا وتمس عقيدتنا. ولماذا؟ لأنهم هم صفوة البشر، يعني نحن الآن لا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص تعامل عادي، فلا يذكرون إلا ويذكرون بالتوقير والصلاة والسلام والدعاء، لأنهم هم مصابيح الظلام الذين أرسلهم الله لهدايتنا، ولولا الله ثم هؤلاء البشر الأنبياء ما اهتدينا ولا عرفنا ما الذي يجب لنا وما الذي يجب علينا. فينبغي أن لا يذكر هؤلاء الأنبياء إلا مع الصلاة والسلام عليهم والتوقير والثناء والدعاء لهم، وهذا من دلالات قوله تعالى هنا: وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين، إلياسين، وفي قراءة على آل ياسين، وهو نفسه إلياس، إلياس، فبعضهم يقول أنه إلياس، ياسين، إلياسين، آل ياسين، هي مسميات لاسم واحد. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنون. لاحظوا هذه وقفة مهمة في تكرار صفة الإحسان في هذه القصص، كلما يذكر قصة نبي من الأنبياء قال: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ما هو الإحسان؟ الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ نعم، عندما جاء إليه جبريل فسأله سؤالا مهما، وهذا حديث جبريل حديث عظيم، أنصحكم يا إخواني بحفظه وبقراءة تفسيره ومعانيه، عندما دخل وهو من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر له أركان الإسلام، فقال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، فأجابه بأركان الإيمان، فقال: يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أجمل هذا التعريف، وما أجمل هذا الكلام النبوي الشريف. الإحسان الإتقان لدرجة كأنك ترى الله، تستشعر عظمته فتحسن في عملك،
فإن لم تكن تراه وهذا الذي يحدث فإنه يراك. فاستحضار هذا المعنى يدعو إلى الإتقان في غاية الإتقان، أليس كذلك؟ ولذلك قال الله: إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من يعمل عمله لوجه الله بإتقان في العبادة وفي الدعوة وفي العمل، وقال: إنه من عبادنا المؤمنين. القصة اللي بعدها: نبي أيضا من الأنبياء الذين ليسوا أصحاب شرائع مستقلة، إلياس هذا تبع موسى، لوط قال: وإن لوطا لمن المرسلين، ولوط يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام عمه أخو والده. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قصة لوط أيضا من القصص التي تكررت في القرآن الكريم، ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أرسل لوطا إلى قوم كانوا فيما يذكر في التاريخ قريبين من منطقة البحر الميت الموجودة الآن في الأردن، بين الأردن وبين فلسطين، منطقة هناك أو قرى قريبة من البحر الميت اسمها قرى سدوم. فأرسل الله لوطا عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم يدعوهم إلى التوحيد وترك ما هم عليه من الفواحش، فكذبوه وآذوه فعذبهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الذي لم يعذبه غيرهم، وهو أنه رفع القرى التي كانوا فيها، رفعها جبريل ثم قلبها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. والمؤتفكة يعني المقلوبة، المقلوبة، أن الله سبحانه وتعالى أمر بها فقلبت فجعلنا عاليها سافلة، وفوق ذلك قالوا: أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. والعياذ بالله، أنهم كانوا يأتون، يعني أول شيء لأنهم كانوا كفار وهذا ذنبهم الأعظم المشركون، ثم أنهم كانوا يأتون الفواحش. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة وأشار إليها، وذكر أنه نجى لوطا عليه الصلاة والسلام وأهله أجمعين إلا زوجته، إلا عجوزا، نعم عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إشارة لقريش وأنهم يعرفون المنطقة التي وقعت فيها قصة لوط، وكانوا في تجارتهم إلى الشام في رحلة الصيف كانوا يذهبون إلى الشام فيرون المواطن التي وقعت فيها هذه القصة. ومثلهم أيضا قصة هود، قصة ثمود أيضا، قوم صالح وقوم شعيب، كانوا قريش تعرفها وهي تمر عليها في رحلتها. هذه قصة لوط وقصة إلياس، وتأتي بعدها قصة مكملة لهذه القصص وهي قصة يونس عليه الصلاة والسلام. ويونس أيضا من الأنبياء الذين يعتبرون من أنبياء بني إسرائيل، من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين. وقد خص الله سورة من السور باسم يونس عليه الصلاة والسلام، يونس ابن متى. أرسل يونس إلى قوم في نينوى، منطقة اسمها نينوى من مناطق العراق الآن. وذكر الله هنا قصة من قصص يونس، أن يونس عليه الصلاة والسلام لما يعني لم يستجب له قومه خرج منهم مغاضبا لعدم استجابتهم وركب البحر. فلما ركب في السفينة كادت السفينة أن تغرق، فقال اللي في السفينة: لابد أن نضحي ببعض الركاب، لأننا لو بقينا بهذه الطريقة سنغرق جميعا. فجاءت القرعة، عملوا قرعة فجاءت على يونس فألقي في البحر،
فالتقمه الحوت في القصة المعروفة، التقمه الحوت بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يصبه أذى، ثم أخذه هذا الحوت وألقاه على الشاطئ. فالله يذكر لنا هذه القصة فيقول: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى. وأبقى في اللغة بمعنى هرب، خرج مغاضبا، كما ذكر الله في سورة أخرى: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. الفلك المشحون يعني الممتلئ. تذكرون في قصة نوح قال في نعم: ومن آياته أن وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون المليان الممتلئ. قال هنا: إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني لما أجريت القرعة وقعت عليه فكان من المدحضين، يعني الذين يعني للأسف وقع عليهم القرعة فألقي في البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني ملوم، يعني يقع عليه اللوم بسبب تصرفه، لأنه خرج مغاضبا لقومه وكان الأولى به أن يصبر على أذى قومه كما يفعل الأنبياء، لكنه غضب وخرج. وهذا من أسباب، والله أعلم أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى سمى الأنبياء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وصفهم بأنهم أولي العزم لأنهم كانوا يصبرون، يجدون أذى ويصبرون. يونس عليه الصلاة والسلام ما كان يصبر مثل صبرهم فخرج مغاضب، ولذلك قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلما التقمه الحوت وهو مليم قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني يونس عليه الصلاة والسلام كان كثير التسبيح، وهذا يدلنا على أهمية التسبيح أيها الإخوة والإكثار منه. الواحد وهو يسير ويركب سيارته ويخرج ويمشي يكثر من التسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والاستغفار، وليكن لسان الواحد منا رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو يعمل وهو يتصفح الإنترنت وهو يقود سيارته وهو يتمشى يكثر من التسبيح. انظر ما أجمل التسبيح ليونس عليه الصلاة والسلام هنا، قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن لأنه كان من المسبحين أنجيناه. تفضل يا شيخ. نعم، قبل هذه الحادثة. نعم، قبل هذه الحادثة. نعم، كان من صفاته عليه الصلاة والسلام يونس أنه كثير التسبيح، وهو كذلك أيضا. ولذلك في الآية الأخرى أنه وفي يونس إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، أيوة نعم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكانت دعوة المضطر. لكن أيضا معنى الآية واضح: لولا أنه كان في الماضي من المسبحين، وهذا إشارة إلى أن عبادة الرخاء والدعاء في الرخاء ينفع في الشدة، أليس كذلك؟ نعم، أن من قدم العمل الصالح فإنه يأخذه في أوقات الأزمات. فيقول الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين المتصفين بهذه الصفة وهي كثرة التسبيح للبث في بطن هذا الحوت إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني أيضا هو لم صحيح أنه لم يصب بأذى في بطن الحوت، لكنه أيضا تأثر بهذا الأمر. قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يذكر الله سبحانه وتعالى من قصة قوم يونس أنهم من الأقوام القلائل الذين استجابوا لأقوامهم لما رأوا العذاب. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيونس عليه الصلاة والسلام عندما أنجاه الله من بطن الحوت ورجعت إليه عافيته رجع إلى قومه مرة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناها عند العلماء يقولون يعني أنهم 100,000 أو أكثر من 100,000، فآمنوا فمتعناهم إلى حين بعد أن رجع إليهم يونس وحكى لهم قصته فاستجابوا لدعوته وآمنوا. ولذلك هؤلاء يضربون مثل للأمة التي استجابت لأمر نبيها بعد أن رأت نذر العذاب يحيق بهم. ومن فوائد هاتين الآيتين أيها الإخوة قصة لوط وقصة يونس عليه الصلاة والسلام، يمكن أن نقول نستنبط من قصة يونس عليه الصلاة والسلام فائدة التسبيح والإكثار منه في السعة وفي الرخاء، وأن الله سبحانه وتعالى يكشف به العذاب إذا حل كما فعل الله مع موسى عليه الصلاة والسلام، ويفعل الله ذلك بكل من لزم هذه الشعيرة. فأكثر من التسبيح يكشف الله سبحانه وتعالى عنك الشدائد. وفي قوله سبحانه وتعالى في مقارنة قوم يونس بفرعون نجد أن قوم يونس لما عاينوا العذاب نفعهم إيمانهم وأسلموا وآمنوا وتابوا، أما فرعون فلم يؤمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل، أما قوم يونس لم يقع العذاب بالفعل ولكنه أوشك فلما آمنوا نفعهم، أما فرعون وقع عليه العذاب بالفعل فلم ينفعه إيمانه. كذلك قوم يونس أخلصوا في الإيمان وفرعون لم يخلص، إنما كان قوله ذلك عند الغرغرة، والإيمان في هذا الموقف عند الغرغرة لا ينفع. لذلك قال الله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال له الله الآن يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن فوائد قصة يونس أيضا أن إجراء القرعة طريق مشروع لقضاء الحاجات عند الحاجة إليها، كما فعل به في السفينة فساهم فكان من المدحضين. وتلاحظون في قصة يونس وفي قصة لوط لم يختم الله بما ختم به في القصص السابقة تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبرى كما ذكرت لكم وأولي العزم من الرسل، فلم يقل إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين كما فعل مع موسى وكما فعل مع نوح ومع إبراهيم، وإنما لم يذكر هذا نعم وذكره مع إلياس أحسنت نعم. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من قصة لوط عليه الصلاة والسلام أنه لا يعني أن يكون الأب نبيا أنه مضمون الاستجابة من عائلته، وهذه أيضا ممكن أنها تقال في حق نوح عليه الصلاة والسلام وفي حق إبراهيم أيضا، فنوح لم يؤمن به ابنه وزوجته، وإبراهيم لم يؤمن به أبوه، ولوط لم تؤمن به زوجته، وهذا عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يستجب له عمه أبو طالب ولم يستجب له عمه أبو لهب، فكان وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكذبه هؤلاء وهم أقرب الناس إليه، فالله قال له هذا لوط هذا نوح هذا إبراهيم هذا نوح، كلهم لم يستجب لهم أبناؤهم زوجاتهم آباؤهم، فليكن في ذلك عزاء لك يا محمد إن لم يستجب لك هؤلاء. وفي هذا أيضا عزاء للداعية إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته، فقد يعترضه أحيانا أبوه أو تعترضه زوجته أو يعترضه ابنه أو بنته، ويكون هو حرب على والده أو على أبيه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هنا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عزاء لأمثال هذه القصص. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.